السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم بهاد البسيطلات اللي كيجيو رائعين وزوينين وبعجينه رائعه. كنتمنى تجربوها، ودابا غادي نتلاقى معكم. غنبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير ديال العجين، لان هاد الوصفه كتعتمد الاكثريه على العجين اللي خاصها تكون مرتاحه باش تعطيك واحد النتيجه مزيانه. كنحتاجو ليه 250 غرام ديال الدقيق الابيض، كاس فينو، جوج معالق كبار ديال الزيت نباتيه، معلقه كبيره ديال الزبده ديال الطبخ، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، ومعلقة صغيرة ديال الخل. غادي نستعمل المقادير ديالنا في هاد القصرية اللي ذكرنا مسبقا. غنستعملو الدقيق، الفينو، معلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال السكر، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، غادي نستعملو معلقة كبيرة ديال الزبدة. انا استعملت غير الزبدة ديال الاكل ماشي الزبدة ديال التوريق، ومعلقة صغيرة ديال الخل، وجوج معالق كبار ديال الزيت نباتي. غنبداو بجمع العجين عادي، عجين عادي باش نجمعو. كنديرو ماء دافي وغادي نجمعو العجين ديالنا. ها هو العجين ديالنا بعد ما جمعناه كما كتلاحظوا. صافي، غادي دابا نديروه في بلاستيكه وغادي نخليوه يرتاح. قد ما خليتوه يرتاح راه غادي يجيكم زوين وغيعطيكم واحد النتيجه رائعه. خليوه يرتاح مزيان. غنبداو دابا بتحضير الحشو اللي غادي نحتاجو ليه واحد البصله اللي انا شلطتها، ودرت معاها دابا شويه الملح وشويه الزيت، ودرتها في المقله وغادي نخليها حتى تهبط ليا، عاد غادي نزيد المقادير المتبقيه. البصله تشحرت ليا، دابا غادي نضيف الفلافل. انا ضفت الفلافل الصفراء والخضراء والحمراء، قطعتهم رقاق، وغادي نضيفهم على البصله وغادي نحرك الكل هاد العناصر كلها حتى تجانس ليا ونحس بهاد الفلافل. صافي حتى هي دبالت ليا، وانا غنبقى نحرك فيها حتى تدبال ليا هاد الفلافل. دابا غادي نضيف القرعه، جوج قرعات اللي انا حكيتهم في الحكاكه رقيقه، وجوج خيزوات حتى هما حكيتهم في الحكاكه رقيقه. غادي نضيفهم على هذيك العناصر اللي انا درتها قبل، وغادي نحرك الكل ونخليه حتى يدبال ليا، وغادي نغطيه. خاصي ولا بد نغطيه، عاد غادي نضيف العناصر الاخرى. الخضره اللي عملت صافي هبطت ليا كلها، دبالت ليا. دابا غادي نضيف الكفته ديال الديك الرومي، الكفته ديال الستر ديال البيبي، غادي نضيفها. ونبدا نضيف في التوابل، كنضيف واحد نص معلقه ديال التحميره ديال الفلفله حمراء، ونص معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال سكينجبير. وغادي نحرك الكل باش تجانس ليا هاد العناصر كلها. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا على الخضره اللي عندي في المقله، وغادي نضيف
هذيك النسمه ديال الحوت، هذيك الصوص ديال اللي فيها نسمه ديال الحوت، باش انا بغيتها واحد البصيطلات فيهم نسمه الحوت. وغادي نعمل واحد نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، وواحد نص معلقه ديال الهريسه ديك الحرشه، وغنحرك الكل. مع التحراك المستمر حتى تجانس لي العناصر اللي انا عملت العطريه وهذوك لي صوص، كنبقى نحرك وكنبقى نشوف هذاك الكفته ديال بيبي طابت ليا ولا لا. كما كتشوفوا كنبقى نحرك مزيان باش تجانس لي العناصر كلها. وغادي نضيف واحد المكعب ديال المطيشه ديال الحك باش تعطينا واحد الحموضه في العماره ديالتنا، وغادي نغطي الكل حتى يطيب ليا. غادي نضيف واحد الحامضه مصيره اللي قطعتها طريفات صغار، غادي نضيف الفيرميسيل اللي انا عملتها في الماء وصفيتها وقطعتها رقيق على هاد العناصر اللي انا درت في المقله، وغادي نحرك الكل حتى تجانس ليا المقادير كلها. غادي نضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الهريسه على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها حاره وكاين اللي كيبغيها ماشي حاره بزاف. خلينا الحشو يبرد، ودابا غنجيو باش نخدموا العجين اللي عندنا. هانتوا شوفوا العجين كي كتجي، كتجي زوينه. غادي نحاول نقطعها على زوج، وحده غادي نديرها في بلاستيكه حتى نسالي الاولى اللي غادي نخدم، وعاد نبدا نخدم فيها حتى هي. غادا نحاول نلولبها ونديرها في البلاستيكه ونبدا نخدم في الثانيه. غنبدا نقرص فيها كما كتشوفوا معايا، غندير بالزيت، نحاول نطلق العجين ديالي بالزيت. لابد تقرصيها مزيان حتى تبقى تبان لك طاولة العمل غير بالزيت، قرصيها غير بالزيت بحال المسمن عادي. غتبداي تعملي فيها بحال كتقرصي في مسمنة عادية. كنحاول نقرصها مزيان، كنبقى بحال هكا نقرص في العجين بالزيت حتى نحصل على النتيجة اللي انا باغاها. مكنخليوش العجين غليظة، كنحاولو نرقوها مزيان. هانتوما كتلاحظو معايا والعجين زوينة، ما غداش ترجع لك في مني تبغي تقرصيها، كتمشي معاك في يدك كما كتلاحظو. من بعد ما قرصتها صافي مزيان، كناخذوا الزبده اللي انا خليتها ولات ليا بحال بوماد. استعملت غير الزبده ديال الاكل اللي كنستعمل في المطبخ، لان في المطبخ صافي كنستعملها، كندهن بها الوجه ديال المسمنه كلها. كنحاول ندهن الوجه كامل بهذيك الزبده اللي انا خليتها بحال بوماد، ولا بد تخليها بحال بوماد باش تعاونك كما كتلاحظوا. وغادي نتنيها على شكل مربع كما كتلاحظوا معايا. غنتني الجهة الأخرى، وغادي نديروها بحال غنديرو رغيفة، بحال هدوك الرغايف
غادي ديري ليها فحال رغيفه، ها انتما كتشوفوا صافي، ها هي واجده عندي. غادي نعملها في الثلاجه، كناخذ واحد الطبسيل كندهنوا بشويه الزيت، كنحطوا السمنه اللي انا صوبت، وغادي نديرها في الثلاجه حتى غادي نجبدها نخدم بها. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الحشو بعد ما برد، كنخليوه حتى يبرد مزيان، عاد غادي نضيفوا ليه الفرماج الاحمر كيكون محكوك، وغادي نخلط العناصر كلها. غادي نتركوا الحشو جانبا، وغادي نرجعوا العجينه نجيبوها من الثلاجه، وغادي نقرصوها مزيان. هانتوما كتلاحظوا معايا كنحاول نقرصها مزيان وحده، غادي نقطعها. غادي نعمل العجين بالمدلك باش تعطينا الفورمه اللي احنا بغينا. حاولوا ما نرققوهاش بزاف وما نخليوهاش غليظه، يكون السمك متوازن، ما رقيقه ما غليظه. كنحاول نقاد العجينه بالمدلك، العجين صافي واجده. غادي ناخذ هذيك القطاعه وغادي نقطعها على شكل مستطيلات، وعاد غادي نقطعها من الجهه الاخرى باش تعطيني شكل مربع. ها انتم شوفوا انا حصلت على هذه المربعات. غادي نجيب ليمول ديولي، هما اللي غادي يعاونوني باش نكون بصيطله. غنستعمل انا هذوك الليمول اللي استعملتهم في ليكيش، هما هادو. دابا غنحط العجين في ليمول، وعاد غنبدا نعمل في الحشو. انا عملت العجين كلها في ليمول كما كتلاحظوا معايا، كنحاول نعمل العجين كلها في ليمول. ودابا غنبدا ندير في الحشو ديالي في كل وحده كما كتلاحظوا معايا، نحاول نقادهم، وعاد غادي نبدا نجمع في البسيطلات اللي انا باغا نعمل. دابا غنبدا نجمع في البسيطلات ديولي، كنحاول نجمع الجنيبات كما كتشوفوا، كنحاولوا نجروا العجين عندنا. ها نتوما كنمشيو غير على الجنيبات غير بشويه بشويه كما كتلاحظوا بحال هكا، حتى تجمع ليا البسطيله ديالتي، وكتاخذ الفورمه ديال هذوك الليمون، هما اللي كيعاونوني باش كيعطوني الفورمه ديال البسطيله. ها نتوما غندير معاكم واحده اخرى باش تفهموا الطريقه مزيان. كنهزوا جنيبات بحال هكا، كنمشيو معاهم بشويه بشويه كما كتشوفوا بحال هكا. ها نتوما ديال البسطيله كنبقاو نجمعو في الجنيبات حتى كنجمع البسطيله ديالتي. صافي انا غادي نكمل كاع هاد العجين اللي عندي. البسطيلات انا كملتهم، كناخد واحد الزلافه كنعملو فيها شويه الزيت شويه الهريسه شويه لاصوص سوجا، كنحرك الكل
وكندهن الوجه ديالو، كنحاول نحرك هاد العناصر اللي عندي في الزلافة. وغادي نعمل وغادي ندهن الوجه ديالو كامل وغادي نخشيهم في الفران. كنكون مسخناه على 200 درجة، كنحاول مني كيقربوا يطيبوا نقص عليهم باش يطيبوا ليا مزيان. انا جبت البصيطلات ديالي من الفران، كيجيو رائعين وطيبين. هانتوما شوفوا كيجيو، ما كيجيو لا متقسيم لا والو من التحت. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في الكومونتير، وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر.